السلام عليكم، احنا جينا لكم عاوتاني بوصفة جديدة ان شاء الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير البنات، بصحة وعافية. اذا دابا رمضان كنحتاجوا فيه، كندوروا رمضان هو الشهر ديال الشهيوات كيف تنقولوا. اذا دابا اليوم غادي نصوبوا انا وياكم لي شوسون ان شاء الله، فطائر بحشوة عادية خفيفة سامبل، ما كتطلبش مواد كثيرة. اذا بالنسبة للعجين، كناخذوا نص كيلو ديال الفرص، كنحتاجوا طبيعة الحال الملحة هي الأولى، عندنا معلقة ديال الحليب نيدو، عندنا شوية ديال الخميرة ديال الخبز الفورية، وشوية ديال الخميرة ديال الحلوة، نص معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة، عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة، عندنا ربع كاس ديال الزيت الرومية، هانتوما كتشوفو ربع كاس ديال الزيت الرومية، وعندنا كاس ديال الحليب بطبيعة الحال. هادشي بالنسبة للعجين. وكناخذوا الماء في حاله ما الا احتاجينا باش نكملوا العجينه ديالنا. اذا غادي نخلطوا العجينه ديالنا وغادي نرجع عندكم. اذا حنا خلطنا العجينه ديالنا، عجناها وركناها كيف كتشوفوا، ها هي انا صابيت وجدتها من قبل. بالنسبه للعجينه ملي كنكونوا غنعجنوها كنديروا المواد كلها في المجموعه في السطح، وتنديروا الكاس ديال الحليب هو الاول تنجمعوا به، والا بقات ناقصنا العجينه ناقصه شويه ديال الماء كنكملوها بالمدافي، المدافي ماشي بارد. اذا جمعنا العجينه هانتوما كتشوفوا كيف دايره، ها هي دي طالقه راسها، غادي نغطيوها ونخليوها هنا، وغنغطيوها بالسلوفان البابي بلاستيفي، وغادي نخليوها ترتاح بيد ما نوجدوا الحشوه ديالنا ان شاء الله. اذا بالنسبه للحشوه ديالنا اخواتي، غادي نحتاجوا بصلة مشلضة، جوج بصلات، أنا درت جوج ديال البصلات على حساب لاكونتيتي لي غادي نوجد، عندنا جوج البصلات مشلضين، عندنا جوج ديال الخزويات كبار أو ثلاثة محكوكين، وعندنا القرعة، جوج ديال القرعات أو ثلاثة القرعات محكوكين، نتوما على حساب لاكونتيتي لي باغيين تصوبو، أنا هذا هو القياس لي غنصوب هاد النهار. غنحتاجو كفتة، كفتة أنا ديجا قليتها كيف كتشوفوها، درتها في مقيلة وقليتها، غنحتاجو المعدنوس. غنحتاجو لو فروماج غابي، الفروماج محكوك سواء موزاريلا او فروماج عادي اللي بغيتيو، وزويته بلديه باش غادي نطيبو. وبالنسبه للعطريه، كنحتاجو الملحه والابزار لا اكثر. اذا هادو هما لي زانغغيديون. دابا غادي نمرو للطياب، غادي ندوزو نديرو مقله فيها شويه ديال الزيت ونبداو نشحرو المواد ديالنا. اذا غنديروا شويه ديال الزيت البلديه في المقله ديالنا، زويته بلديه باش نشحروا فيها الخضره ديالنا على ما تسخن، وغادي نرميو البصله هي الاولى. غنبداو بالبصله ديالنا هي الاولى اللي شلطنا باش غنديروها تشحر في هاد الزويته هادي. سمحولي هادي بصيبة فيها شوية، إذن غادي نقليو هاد البصيلة ديالنا هي اللولة على ما تنزلش منيش، كيف كنشوفو البصلة ديالنا هي نزلات منيش، غنزيدو عليها الزبدة حكينا. وغنزيدو القرعة حتى هي مرة، وغنزيدو المعدنوس، نخلطو العطرية غنخليوها هي التالية. إذن كيف كتشوفو الخضيرة ديالنا هي دي وجدات نزلات، غادي نزيدو عليها داك الكفتة لي ديجا قليناها، ونحركو كلشي كيف كتشوفو، إذن أنا ملي كنقلي الخضرة راني زدتها شوية ديال الزيت بطبيعة الحال، الزيت اللي درت قليله، غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه كيف كتشوفوا. دابا هي الحشوه ديالنا واجده، غادي نزيدو فيها داك لو فرماج اللي عندنا غافي، غادي
صافي وغنطفيو عليها البوطا. إذن القشوة ديالنا ها هي دي جاهزة للتعمار. غندوزو معكم الطريقة ديال التعمار. اسمحوا لي نسيت الملحة ولا بزاف ما درتهمش، ها هما هادو غنديرو قياسنا، كل واحد تيدير قياسو بطبيعة الحال. إذن الخليط ديالنا هو واجد، الحشوة هي واجدة جاهزة. ريحة طالعة منها كتشهي. دونك غنخليوها تبرد شويش كيف كتشوفو، نخليوها تبرد شوية ونعمروها في الحشوة ديالنا، وغادي ندوزو للطريقة كيفاش غادي نصوب. إذن أخواتي حنا طلقنا العجينة ديالنا، وغناخدو هاد المرشم هذا، غالبا غيكون عندكم أو زلافة أو كاس أو اللي بغيتيو، أي حاجة يمكن لكم تقطعو بها العجينة. جينا طبيعة الحال اللي كنزولوها كنعاود نجمعوها ونغطيوها بلاستيك باش ما كتدعناش، حتى نعاود نستعملوها. دابا غناخذوا الحشوه ديالنا مع معلقه صغيره كيف كتشوفوا، ها هي شويه، وغادي ناخذ شويه ديال البيض وغندهن الجناب باش يلصقوا مزيان. هانتوما كتشوفو كلهم غندورهم، غادي نحاول نزرب تنت نديرو في الوسط ديال العجينة ديالنا قياس معلقة ولا على حسب، وكنجيو هذه الاولى اللي عمرت كنجيو كنطويهم كنحاولوا نبركو عليهم بالصبع ديالنا كيف كتشوفوا، وغادي ناخذ الفرشات وغادي نبرك على لي كوتي الجناب باش كيلصقوا مزيان وباش ما كيتحلوش. هانتوما كتشوفوا الطريقه اللي كنوريكم. الا بغيتيو كيمكن لكم كديروا الراس ديال لا فورشيت ديالكم في الطحين باش ما تلصقلكمش في العجينه. اذا كيف كتشوفوا اخواتي حنا خدينا واحد البيضه خدناها غندهنوهم بالبيض. هانتوما كيف كتشوفوا غندهنوهم كاملين، وكيبقى لكم الاختيار باش تزوقوهم، بغيتيو تزوقوهم زوقوهم، بغيتيو تخليوهم عاديين كتخليوهم عاديين. انا غندير لهم واحد شويه الجنجلان على الوجه كيعطيهم منظر جميل وتيزيدهم لذة كيف كتشوفوا. اذا حنا دهناهم كاملين، هنا غادي ناخذ عندي شويه ديال الجنجلان، غادي ناخذ شويه الجنجلان وغادي نديرو من الفوق على الوجه نزوق به. هما كيف كتشوفوهم صدقوني كيجيو رائعين، وهاد لاباط هادي كتجي زوينه بزاف. اما بالنسبه للحشوه تيمكنكم الا بغيتيو ترومبلاسيو الكفته بلاداند، الا ما بغيتيوش ديرو الكفته يا اما بالكفته ديال لاداند ولا بمقطعات ديال لاداند بياسوغ، كتعمرهم باش بغيتيو. هاد الحشوه هادي كنستعملوها في عدد ديال الحوايج ماشي غير في هاد لي شوسو. دونك غادي ندخلوهم الفران وغادي نرجع معكم ان شاء الله من بعد. اذا البنات كيف كتشوفوا لو ريزولتا فينال هو هذا، ها هما لي شوسون ديالنا واجدين كيف كتشوفوهم، اون كولور دوري غزاله وريحه ومذاق وكل شيء. ها انتم هنا غادي نوريكم، شوفوا العجينه ديالو كي كتقسم دغيا ها الحشوه، ها هما مازالين سخان لا خارجين من الفران. بالصحه والعافيه، وكنطلب نترجاكم ان اللي مازال ما دخلش لاباج ديالي وغادي يدخل لها يزورها اول مره يبرك على زر الجرس باش زر الجرس باش يوصلوه لي نوفوتي ديالي،
وكنشكركم بزاف على اللايكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة ديالي، وإلى الملتقى إن شاء الله.